مكة الهنا وأمان حبيبة الرحمن، هنا ربيع النور نرسم طريق الخير ومكة تجمعنا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك لنا في هذا المجلس المبارك. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالتلاوة يعني أريد أن أنبه ببعض التنبيهات يعني التي تعين قارئ القرآن الكريم والتي ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يحرص عليها، خصوصا عندما يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لتلاوة القرآن تحتاج إلى مهارات وبعض الأمور المهمة، يعني غير أحكام التجويد المعروفة. فيعني مثلا الشدات والاهتمام بالشدة في القرآن الكريم، أيضا اكتمال الصفات والمخارج، ومنها الاهتمام بترتيل القرآن الكريم، كل هذا يتعلق بالتلاوة وأحكام التلاوة. فالشدة هي عبارة عن حرف متحرك وحرف ساكن، وهي معروفة لدى الجميع، لكن الكثير من القراء عندما يقرؤون القرآن لا يهتمون بمسألة الشدة، وهذه الشدة لها علاقة بالمعنى وتؤثر بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، خصوصا في سورة الفاتحة. يعني في الفاتحة مع البسملة هناك 11 شدة، بعض العلماء يقولون إذا لم يأتي القارئ بأحد عشر شدة وقع في اللحن. طبعا اللحن هو الخطأ الذي يقع في القراءة، في قراءة القرآن الكريم. وأيضا مما يدل على أن الشدة لها تأثير في المعنى في حالة الوقف عليها، يعني لو وقفنا عند قول الله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، هناك شدة في حرف الراء، يعني بعض القراء يقرأ وأمر فالمعنى يتغير. وتأثير آخر في قول الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إذا لم تشد الشدة يعني المعنى ما يأتي صحيحا، بل هم أضل. فالشدة لها تأثير في المعنى، وهناك أمثلة كثيرة على مسألة الشدة. فالقارئ إذا مرت عليه شدة يعني يحاول أن يهتم بها. مسألة المخارج والصفات باب كبير، هذا الباب يحتاجه كل مربي وكل داعية، كل خطيب، كل واعظ، كل إعلامي، خصوصا الذي يعمل في مجال التلفزيون والإذاعة. مسألة وضوح المخارج والصفات يعني إذا لم تكن واضحة من المتحدث، المتلقي أو المستفيد لن يفهم حديثك. فلذلك العلماء قديما اعتنوا بهذا العلم وألفوا مؤلفات كثيرة. حتى الآن علماء الغرب يعني ألفوا مؤلفات يعني كبيرة في مسألة علم الأصوات، ما يسمى علم الأصوات، ومعروف عند علماء التجويد بالمخارج والصفات. فلعلنا يعني نأخذ شيء بسيط في هذا اللقاء ونكمل إن شاء الله في اللقاءات الأخرى لضيق الوقت. لكن الذي يهمنا في مسألة علم الأصوات مسألة النفس والصوت، خروج الصوت، أيضا التركيبة الداخلية في الفم بالنسبة للحلق والأسنان، يعني الكثير ما يتنبه لهذه الأمور. فالنفس يخرج من الرئتين، ثم الصوت هو عبارة عن ذبذبات يعني وتموجات تضطرب أو تتصادم في جزء معين في الحلق، وبعد ذلك تخرج هذه الأحرف. ولا يوجد لغة في العالم كله يعني شملت هذه المخارج الطويلة أو القطار الطويل كلغة القرآن واللغة العربية التي ستكون لغة أهل الجنة كما جاء في الأحاديث. فالاهتمام بهذا الأمر أو بهذه المخارج أمر مهم، أو كيف أيضا كيف يعني يخرج القارئ هذه الأحرف أو هذه المخارج. وأيضا الصفات، كل حرف له صفات معينة،
ولو انتقلنا إلى جهة الأسنان، يعني الله سبحانه وتعالى ركبها تركيب عجيب ولها تأثير أيضا في المخارج، مثلا الثنايا، ثم إليها الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الأضراس. والأضراس لها مسميات، يعني في كل شخص خلق الله له 20 ضرسا، وهناك النواجد والضواحك والطواحن، وآخر سن ضرس العقل، يعني يخرج لبعض الناس وبعض الناس لا يخرج لهم. مشيئة الله تعالى في اللقاء القادم سندخل في هذه الصفات والمخارج، ونعرف مخارجها الصحيحة وكيف يخرجها القارئ إذا قرأ القرآن الكريم. وبالله نستعين ونبدأ التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى وهدى للعالمين. ما في غنة وهدى للعالمين. مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج جار ومجرور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا. جاءتنا شدة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. كلمة آمنوا فيها مد. إيش؟ مد. كلمة آمنوا فيها مد. مدها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أحسنت، بس الغنى نجيبها. فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ توفيق. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا. زيد المد والشدة. يا أيها الذين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. على تقاته أفضل، يعني أفضل من الوقف على ولا تموتن. أقف في تقاته قصدك؟ يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته تبدأ من هنا يعني. طيب. لا تقف على ولا تموتن. طيب. لأن المعنى صح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بين الهمزة وأنتم مسلمون. بين الهمزة؟ أيوة، الهمزة دخلت مع الغنة. وأنتم مسلمون. وأن دخلت الله معك. لو تحققها ماشي. وأنتم مسلمون. عارفني ما زبطت بس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا دائما الأمر والكلام للجميع، يعني الأمر والنهي يا شباب، يعني كأنك تخاطب شخص، كأنك يعني أسلوبك الذي يخرج كأنك تخاطب تأمر شخص، والنهي كأنك تنهى شخص، يعني في أدائك للكلمة. يعني واذكروا نعمة الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. لعلكم شدة. شدة؟ أيوه، اليوم حديثنا عن الشدة. لعلكم تهتدون. وأنا إيش قلت أنا؟ عشان بس أعرف الفرق. لعلكم، لأن الكلمة تذكر كأنها كلمتين، لعل وكم. إيه. هي فإذا ما شديت على الكلمة لا بتلمها لم، يعني الكلمة تنفصل كأنها صارت كلمتين. لعلكم كأنه لعل كلمة وكم كلمة الضمير يعني. والصح؟ الصح لعلكم يعني تشد على الكلمة شدة بحيث أنها تكون كلمة واحدة. لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أحسنت. جزاك الله خير. الله شكرا. الله يسلمك. موفق إن شاء الله. ولتكن منكم أمة يدعون. ولتكن منكم أمة تدعو. أستاذ سامي، النون ما تنطق. سم؟ النون ما تنطق. النون الخالي هذه مدغمة. أي حرف خالي من الحركة كأنه ملغي، يعني أدغمت في الحرف الذي بعده. ولتكم على طول تنتقل للميم مباشرة. ولتكم منكم أمة. لا زيها. شوف النون هذه خالية كمان ما تنطق. منكم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ففي لفظ الجلالة إذا سبق بكسر اللام تكون مرققة لا تصير مثل ما نقول بسم الله ففي رحمة الله نعم وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين وما الله يريد ظلم للعالمين فتح الله لك أحسنت ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس الغنة في النون للناس الغنة زيدها في كلمة الناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم فخم حرف الخاء خيرا لا خاء خيرا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
حق بغير ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. حرف الغين في أعلى مراتب التفخيم، مراتب التفخيم مفتوح مضموم مكسور، وهي خص ضغط انقض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء إلى آخره، هذه حروف التفخيم لها مراتب معينة، فإذا الحرف كان مفتوح يكون في أعلى المراتب. فغيري لا، نقول غيري بغاء غاء بغيري، نعم، مثل ما نقرأ في الفاتحة ما نقول غيري المغضوب، غاء غيري غيري، نعم. وإذا كانت هذه ساكنة ننظر الحركة التي قبلها، إذا كان قبلها مفتوح تلحق مرتبة المفتوح، إذا كان قبلها مضموم تلحق مرتبة المضموم، إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور تلحق مرتبة المكسور. فهنا الحرف الغين مفتوح يكون في أعلى مراتب، وإن سبق بكسر يصير بغاء بغير، نعم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. أحسنت. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بارك الله فيك، أحسنت. فتح الله. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. أحسنت. بارك الله فيك. فتح الله فيك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أحسنت. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم
من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون زيد الغنى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله قل موتوا بغيظكم إن الله قل موتوا بغيظكم كيف عليها قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور كلمة الصدور حرف الدال حرف مرقق والصاد مفخم فلا يتأثر الضعيف بالقوي الصدور إن الله عليم بذات الصدور كذلك إن الله إن الله 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 إن الله عليم الله الله إن الله عليم بذات الصدور أحسنت بارك الله فيك إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن الميم ما فيها غنة تمسسكم حسنة إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها أستاذ ياسر حسنة تسؤهم وإن تصبكم في غنى نجيبها إن تمسسكم حسنة تسؤكم حسنة تسؤهم إن تمسكم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة لا تصيبكم سيئة وإن تصيبكم سيئة ما فيها بعد الصاد باء ساكن تصيبكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك بدون غنة وإذ غدوت من أهلك وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين بم حرف التاء تبوئ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم أحسنت بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ همت طائفتان كل ميم مشددة أو نون مشددة فيها غنة إذ هم
إذ هم الطائفة. لا شد على الميم، غن جيب الغنة. إذ هم الطائفتان. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. أن تفشلا الغنة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم نعم. إذ تقول للمؤمنين ألن يمدكم نعم. أبدأ منها. أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. حسبك، أحسنت، بارك الله. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. حسبك، أحسنت، بارك الله فيك. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر يغفر
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في مد في كلمة الربا طيب لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون بارك الله فيك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض السماوات في غنة في مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ونعم أجر العاملين أجر ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. جزاكم الله خير.